انا من الناس اللي كيفيقوا بكري. نعم. وكنطيب بزاف الحاجات بكري. نعم. بحال دابا قبل من 12 كنطيب شوية ديال الفطور. نعم. وملي كنسالي في العشية ما كنبقاش نطيب حتى كقرب الفطور. نعم. كنبدا نسخن داكشي ونحطو. نعم. واش فيه ضرر ولا لا؟ نعم نجيبك ان شاء الله. ان شاء الله. ام بدر بالنسبه ليها كتسخن الماكله ديال الفطار. نعم. ماشي مشكل. نعم وعلي حنا في علم التغذيه ما كنقبلوش هذا يعني هذا السلوك هذا، خصوصا اذا كان طبيخ فيه لحوم ولا كان طبيخ فيه اشياء اللي تنتن بسرعه. ممكن تحضر بعض الاشياء يعني حتى الحريره الناس كيحضروها على يومين ماشي مشكل يعني ويخلوها في يعني في البروده ماشي مشكل، ولكن من الاحسن يكون طياب جديد يعني مع الصباح تفيق بكري وطيب مع الصباح ومع العشيه تسخن. لا كاين بعض المكونات اللي غادي يضيعوا، كاين ربما حتى جراثيم غادا يعني تتكاثر في الاكل. والجراثيم ما كنشوفوهاش، والجراثيم تتكاثر بسرعه خطيره جدا لان سرعه النمو ديالها هي تتقاسم كل 10 دقائق، وكاين بعض الجراثيم اللي كل 8 دقائق، كاين جراثيم كتقاسم كل 20 دقيقه. بمعنى ان لك كان عندك 200 كل 8 دقائق تولي عندك 400، و16 دقيقه تولي 800، و16 100 يعني كتكاثر بواحد السرعه هي كنسميوها اكسبونونسيال يعني واحد اللوغاريتميه. وهذه المسائل هذه خص الناس يعرفوها، لان ماشي غادي يقول من الصباح حتى العشيه شي باس ما كاين. لا العصير الى حضرته هذه السيده، العصير الى حضرته مع 8 الصباح وشربته مع 7 العشيه مابقاش عصير ولا خمر. ولا خمر غادي 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 حماض. هاد العاده هذه يعني مشكله ديال اننا كن يعني زمان كانوا كيطيبوا ديك الساعه. نعم. كياكلوا ديك الساعه. نعم. وداكشي علاش ما كيقدروش يطيبوا بزاف. نعم. وبالتالي كيطلبوا ماكله مفيده. دابا حنا كنطيبوا قبل. نعم. يعني كنطيبوا بزاف ديال الاطباق لاننا ما عندنا مشكل. هاد المسائل هذه انا كنركز عليها، زعما هاد كثره الاطباق هي ظاهره وكارثه خايف كنقول يعني كارثه. يعني استاذنا بهذا اللي قلتي انت دابا ديال انه الطياب يتكال يتصوب ديك الساعه ويتكال ما غنطيبوش بزاف. اكيد يعني تصوب اوتوماتيكمون ما غنطيبوش بزاف. كاين اللي ما عارف القدر ديالو وكيزيد. والمغاربه كلهم فيهم هذه القضيه هذه، قال لك عارف القدر ديال 6 الناس ومع ذلك كيزيد كيدير ديال 10 ولا ديال 15. وهذا خطا كذلك. علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان يعني نحضروا اقل ما يلزم ماشي اكثر مما يلزم. والحديث ديالو صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك طعام الثلاثه كافي الاربعه وطعام الاربعه كافي الخمسه، يعني او كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان خصك ديما يعني هذاك الاكل ديالك راه ديما زايد، هذا هو المغزى ديال الحديث، يعني دير اللي درتي راه زايد راه زايد، يعني لان اللي غاديين ياكلوا ثلاثه راه ياكلوا اربعه طبعا، ولا الاكل ديال ثلاثه كالوا خمسه ما يمرضوش، لكن لا الاكل ديال سته كالوا جوج يمرضوا خطر. يعني هنا الناس كيحضروا بالمقلوب كيحضروا بالزايد وما خصهم يحضروا بالنقص. المغاربه عندهم واحد القضيه في التربيه ديالهم، ما شاطش الماكله لا ما شاطش راه ما شبعوش. ما شبعوش تماما. وهذا سلوك خاطئ، وبالعكس ما خصش الماكله تشيط وما خصهمش يشبعوا. ملي كتجي قد تيقول لك نعم هي سلوك خاطئ، سلوك هي ترسخت عند الناس. نرجعوا لهذا يعني هذه السيده هذه، رغم اننا احنا قلنا للناس يلتزموا يعني بوجبه الافطار، وهذه السيده عندها الفيريتين وفيتامين دي. 90% ديال النساء في المغرب عندهم فيتامين، ماشي في المغرب في العالم عندهم فيتامين دي نقص، لان هناك عوامل خارجة عن إرادة الناس وعوامل لا يعلمها الناس، يعني منها التيارات ومنها يعني الالكترومغنيتيزم ومنها الدبدبات مثل الواي فاي ومثل الين. بعض المرات كنطق بالانجليزيه استسمح. يعني هذه منها كل شيء، هذا الايباد والايفون والواي فاي والمسائل هذه الانترنت والالات اللي كتعمل بالضوء والمسائل هذه كلها عندها تاثير على الانسان، خصوصا النساء دابا كيخدموا بعض الالات في المطبخ وفي المنزل وكذا، وديما حدا التلفاز وديما عندهم الحاسوب كيتشاطيو. هذو عندهم فيتامين دي ناقص طبعا، هذو عندهم فيتامين دي. الاشعه والذبذبات كنقسم الفيتامين دي، علاش؟ لان كيخليو الكالسيوم كيتيونيزا كيولي سي ا بلس بلس، ملي كنشوفوا هذاك الكالسيوم يونيك يعني كيذوب كيهبط مع يعني مع البول، شرف الله قدر المستمع الكريم. فكتوقع حتى ريبتير يعني في هذه في واحد في على مستوى الكليه، فكيضيع الكالسيوم ما كيتثبتش الكالسيتون كالسيفيرول كالسيتونين، ما كيتثبتش الكالسيوم ما كيتثبتش على العظام. علاش؟ لان الفيتامين دي هي اللي كتثبت الكالسيوم. فيتامين دي باش تكون طالعه خاص تكون فيتامين او فيتامين ك، وكاين دخلنا لواحد السلسله معقده يعني واحد لا سميتو. اولا ما خاصش يكونوا المعادن الخطيره مثل الرصاص ومثل الكادميوم ومثل الزئبق ومثل الالومنيوم. هذاك الشيء علاش انا يعني كنتشدد في هذه القضيه ديال الطبخ في الالومنيوم، لا اقبلوا الطيفلون والالومنيوم خاصنا نزولوه من المساله. كاين البلاستيك والالومنيوم المعادن الثقيله وهاد البيروكسيدات وهاد الميلانويدات اللي كاينين في المقليات وفي الحلويات، هذو كيخليو الفيتامينات ينقصوا بعدا في الجسم. ثم الفيتامين دي اذا كان الاكل طبيعي، هاد السيده قالت لك رغم انني كناخذ نعم نسحب الانيمي
انا البارح تكلمنا على القضيه ديال الانيميا، حتى ولو اخذوا حديد من الصيدليات الا ما زولوش المواد الصناعيه ما يعالجوش الانيميا، لا يمكن يعالجوا فقر الدم. خاص يكون اولا طبخ المنزل في الطين بزيت الزيتون وطبخ طبيعي جيد، ياكلوا في ديورهم وما ياكلوش برا، ثم ما يكونش فقر الدم بدون ان يقتنوا حديد، لان الحديد موجود في الاغذيه. هاد اصحاب الفيتامين دي كيعطيهم الطبيب واحد دي دو الفيتامين دي، دي اثنين اللي كتباع في الصيدليات. اذا كان المستوى ديال الفيتامين دي منخفض يعني كثير يعني خطير وصل العشرة وما تحت العشرة، لازم ياخذ هذه القضيه هذه، لازم ياخذ الفيتامين دي من الصيدليه يعني على الاقل لمده ديال شهر ولا حاجه، باش على ما طلع هذيك الفيتامين دي بالاغذيه طبيعيا، لان اشعه الشمس الجسم يمثل الفيتامين دي تحت اشعه الشمس، ولكن يمثل الفيتامين دي حل ما يكون الحمض الاوميغا 3 ولما يكون فيتامين كا وفيتامين او لما يكونوا المسائل طبيعيه. نعم. اما اذا كان الشخص عنده مواد سامه في الجسم ديالو، اشعه الشمس الجسم ما غاديش، علاش؟ لان بلوكاج، لان هذا التمثيل ديال الفيتامين دي هو فيزيولوجي، وهذه المعادن الثقيله والسموم تمنع الفيزيولوجيا ديال الجسم باش تمثل الفيتامين دي. طيب.